طالبوا بالإفراج عن هاجر الريسوني بعدما انكشفت اللعبة وتبين لأنها كانت ضحية لاعتقال تعسفي. هاجر الريسوني اعتقلت في الشارع العام، هاجر الريسوني لم تعتقل متلبسة، هاجر الريسوني لم تعترف بإجراء الإجهاد، بل أنكى. والأمر والأسوأ والذي يستوجب معاقبة الأمنيين هو أنه عندما نعود إلى المحضر الذي سعى إلى إدانتها نجد أن هاجر استنطقت على الساعة 6:40 ولم تعترف بأي إجهاد، بينما استنطق طبيبها على الساعة 3:15، أي قبل أكثر من 3 ساعات من استنطاقها هي، وقال له رجال الأمن اعترف لنا فإن هاجر قد اعترفت. إذن الشرطة كانت تبحث عن شيء آخر غير الحقيقة، كانت تبحث عن الإيقاع بهاجر، تبحث عن إدانة هاجر قبل الاستماع إليها. الأمور واضحة، الاعتقال تأسفي تحكمي، ليس هناك أي دليل على إجرائها الإجهاد أو أي دليل على إجرائها شيء يدينها، هذا فضلا عن أننا ندافع في الأصل عن الحرية للجميع، حرية ممارسة يعني الأشخاص البالغين لما يريدون دون أن يشكل ضررا أو إساءة للآخرين، وهاجر لم تشكل أي ضرر وإساءة للآخرين، اللهم من خلال اختيارها أن نقضي في خطها التحريري الذي يعني مارسته كصحفية.